عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم مع فيديو جديد في القناة ديالي. اليوم يكون واحد فيديو شي متميز. بقيتو دابا انا غدا المرجان باش نتقدى داكشي اللي خاصني باش نطيب لكم واحد العشوة اللي خفيفة وزوينة. خليكم معايا باش تعرفوا شنو غادي فين غادي نمشي. ضربت واحد السليته من الخدمه باش نمشي ندوز المرجان باش نتقدى داكشي اللي خاصني، حيت كنخرج شويه مع الطلاب من الخدمه وغادي نقدر نلقى مرجان ساد ولا شي حاجه. قلت لهم ندوز دابا المرجان نتقدى داكشي اللي خاصني وعاد نمشي للدار. كنقلب على واحد النوع من الرز، دابا مشات لي السميه ديالو، دابا كنقلب في البلاصه فنلقى. دابا هاد البلاصه ديال الحم غناخذ ديال لبان، هادشي هو اللي غادي نحتاج اليوم، وابخي غندوز ناخذ الفرماج. بنات انا دابا عاد دخلت للصالون، جيت من المرجان ونويت ندير بوز بيرمانون. هذه طلعت ليا، بقات ليا 15 جوغ وهي في يديا، دابا قلت نحيدها ونعاود شي وحده اخرى. كما قلت لكم البنات انا دايره بيرمانون. ها هو البرودوي باش كنحيدوها ديال مولون برو. ما كان برضوهم ما حتى حاجه، كنديروا غير البرودوي باش كتحيد هكا، ما كتابيميش الضفار ديالك ما حتى حاجه. وفتيحه ما بغاش صايب ليا، غنشوك في الفيديو. انتوا البنات شوفوا شحال طلعت ليا. كنت شو دابا شحال فتيحه وانا دايره 15 يوم. انا شحال طالعه فكت صبا حتى دابا غندير شي كولور كلير. كتعجبني واحد الغوص تما زوين، درتو واحد الكليانه جا واعر. المهم عاند وما تحسدش، داكشي اللي كاين عاند وما تحسدش. عجبني واحد الكولور، درتو واحد الكليانه جا تبارك الله غزال في يديها، حتى هو اللي غندير. كنليميو شويه الضفا، من بعد عاد نديرو البرودوي ديالو. مكنليميهمش بزاف، غير شي شويه انتما ماشي باش نحيدو الطوب كاوت اللي الفوق. البنات هانتوما شوفو ضفاري، إنا واحد إنا واحد حرت صراحة الله. إنا واحد ندير فتي هما جوج مزوينين، هذا تاني جاني هذا ديري هذا بارد.
كما قلت لكم البنات باللي ما غنرجع للدار غادي نطيب لكم شي حاجه خفيفه. وقررت اليوم بالدسير اللي غادي نديرو في الاخر ندير فلون ديال الفران. والمكونات اللي غادي نستعمل فيهم اليوم هو بعض البيضات وسنيده والزا على ود فاني والحليب المركز ونص سترو ديال الحليب صافي. البنات بالنسبه للسنيده اللي قلت لكم غادي نستعملوها باش نصايبوا الكراميل، يمكن نحطوها كامله. وكنصحكم البنات اللي بغيتوا تصايبوا الكراميل من الاحسن ما تبقاوش تحركوه بالمعلقه ولا شي حاجه، بقاوها هكا الكسرونه بقات تحركوها بوحدها حتى كيولي اللون ديالو المهم غادي للذهبي كما شفتوا البنات. هو دابا بدا كيذوب هذاك العسل هذاك بلوتو داك السكر صافي، كتبقاو تمشيو وتجيو بحال هكا حتى كيطيب. كما شفتوا البنات هذا هو الشكل النهائي كيولي اللون ديالو مذهب صافي، كنطفيو عليها. كنخضر بعض البيضات ديالنا ونحلو ألزا وما نساوش الحليب المركز. كما قلت لكم البنات كناخذوا نص سطر ديال الحليب وصافي كنطحنوا هادشي كامل. مشو البنات كيولي على هذا الشكل ومن بعد كناخذوه وكنكبوه في هنايا ايوا البنات كنحطو هنايا طوبيي ديال اسويتو كنكبو الماء سخون بامعي كندخلو الفران مهم البنات باش تعرفوا باللي الفلون طاب كتاخذوا شي كوردون ولا شي حاجه وكتخشيو تشوفوا واش باقي كيخرج شي حاجه. المهم انا دابا راه باغي كيخرج ليا نخليه واحد 10 دقائق اخرى ومن بعد نخشي في الثلاجه بشي برد. المهم البنات نوجدوا واحد الفيلي ديال الدند اول حاجه ناخذ شويه الملحه طريف كنشدوا الطريف ديال الفرماج كما شفتوا البنات انا لويتهم في الطريقه من بعد كناخذ البيض. ما وريتكمش البنات لا مارك ديال لا شابلور هذه خديتها من المرجان.
كانت واحد الطباسه فيلي سويتو باش باش يتسقطر داك الزيت. هاني البنات دابا راه طابو هادو فيهم من ديك مزيان، انتما شوفوا الفرماج خرج من الجناب. هانتوما البنات شوفو كيف يجي عامر الفرماج. المهم البنات هذاك ستيك لي صايب صرفته مع هاد السلطه فيها الروز. كتسلقوا الروز البنات راكم عارفين شلاه ديال الروز، كتسلقوا الروز وكديروا معاه الطون والمايس والبطاطا هي مسلوقه وشويه خيزو، وكديروا معايا المايونيز والمليحه وبزار وشويه ديال الحامض ولا الخل. المهم انا كان كيعجبني ندير في الشلاضه ندير فيها الحامض بس ما ندير الخل. ومن بعد ما ساليت البنات الشغل ديالي قلت علاش لا ما نتهلاش شويه في راسي، وقلت ندير واحد الحمام بخاري الوجه ديالي باش نفتح المسام. وحطيت الوجه ديالي قدام داك الاناء اللي فيه داك البخار وخليت المسام كتفتح. كما شفتوا البنات درت في هذاك الكويز درت فيه واحد المعلقه ديال القهوه ونص حامضه عصرتها فيها، ودرت فيها واحد المعلقه ديال ماء الزهر وكندير فيها قماش باش نقشر البشره ديالي، وكنحط البلايص اللي عندي شويه حرشين وكنحاول نتفادى هاد البلايص اللي تحت العينين حيت كيكونوا رطبين بزاف، وكنحك بطريقه دائريه وجهي. وبالنسبه للبنات لهذاك الحمام البخاري ذات قبيله ما ننصحكمش ديروه ديما، واحد مره في فانجور ولا شي حاجه. من بعد ما قشرت البنات البشره ديالي بالقماش ندوزو لسيرن. حضرت لكم واحد الخلطه زوينه كتاخذوا دابا البنات جبدتهم خليتهم واحد تقريبا واحد 15 دقيقه وكنحطهم هنا لتحت على ود لاسيرن كنتكا. المهم كتخليهم واحد المده ديال 10 دقائق ولا المهم 15 دقيقه تبداو تجيب على كلا جداد ديال عينيك، وكثروا من الشريب ديال الماء. حاولوا تشربوا الماء بزاف حتى هو مفيد للبشره مفيد للشعر مفيد حتى للجسم، وكثروا من شرب ديال الماء. البنات درت شويه البربه محكوكه تزنيقه زعما. هانتوما البنات دابا وجهي شوفوا حنا كزنقناهم بزز. البنات مزيان مرة تقشروا البشرة ديالكم وديروا دي ماسك. البنات وصلنا لنهاية ديال الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم وما نكونش طولت عليكم. قبل ما تساليو هذا الفيديو ضروري ديروا لي ابوني لاشين وديروا لي لايك وتخليوا لي دي كومونتير لتحت الا عجبكم الفيديو بيان سور،
و اللي بغيت نقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، وبالفضل ديالكم هاد يومين طلعت في التوندونس ديال المغرب، وبغيت نقول لكم شكرا بزاف، وانا فرحانه بزاف بهاد الشيء اللي وصلت ليه، ولولاكم نتوما ما كنتش غادي نطلع في هاد التوندونس، وما كانش الفيديو غيوصل لبزاف ديال الناس، وان شاء الله باقي جايين بزاف ديال الفيديوهات في المستوى، كما قلت لكم باقي بزاف ديال المفاجآت. الله غادي ندير لكم واحد الجيف اوي في القريب العاجل، غيكون في الانستغرام، هو يكون عباره عن هديه للمتتبعات ديالي الوفيات، وغادي نختار فيهم ثلاثه البنات، ما غاديش نقول شنو هي المفاجاه، ان شاء الله غادي نعلن عليها في الصفحه ديالي في الانستغرام، وبقاو متابعيني. والناس اللي ما داخلينش عندي في الانستغرام يدخلوا صندوق الوصف راني حاطه، ودخلوا تابوناو عندي باش يوصلكم كل ما هو جديد عليا، حيت ماشي ديما كنحط لي فيديو، كنحط مره مره لا، داكشي علاش كنصحكم دخلوا الانستغرام ديالي باش تبقوا تعرفوا الجديد، حيت كنحط فيه تصاور لي ستوري. وبغيت نقول لكم شكرا لكم، كنحماق عليكم بزاف، وتهلاو في راسكم. سلامه.